الزهراء سلام الله عليها في حياتها المختصرة تمكنت من تجسيد وظائف المرأة. كانت سلام الله عليها بنتا وفية عنية عنونة على أبيها وأمها، رغم أنها فقدت أمها أم المؤمنين خديجة سلام الله عليها في طفولتها، ولكنها كانت قد تهيأت لأن تكون بنتا حقيقية للرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تقوم هذا بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وإطاعته. هي حاضنة النبوة، احتضنت أشرف الكائنات والموجودات التي خلقها الله، هي الحاضنة الراعية لنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك كانت بأبي هي وأمي تبر أباها برا منقطع النظير. ثم بعد ذلك لما ارتبطت بعلي بن أبي طالب كزوجة، قامت بجميع الواجبات الملقاة على عاتق الزوجة، بحيث وفرت لعلي بن أبي طالب كل ما يفتكر إليه الرجل ويحتاج إليه من امرأة كزوجة. المرحلة الثالثة من حياة المرأة وهي مرحلة الأمومة. زهراء سلام الله عليها علمت نساء العالم كلهن كيف ينبغي أن تكون الأم. هكذا تمكنت زهراء من تقديم بلع الدرس وتجسيد الأحكام المختصة بالمرأة وتجسيدها هذا وتقديمها للبشرية كلها.